وصلنا للفقرة الحوارية الأخيرة في مصر كل يوم بنتكلم فيها على تطورات الأزمة اللي احنا تابعناها منذ الأمس الخاصة باحتجاز مجموعة من العاملين المصريين في ليبيا، كان عددهم 46 بالتحديد، علشان التثبت من أن أوراقهم سليمة ولا لا. معانا النهاردة في هذه الفقرة الحوارية أخو أحد العمال اللي كانوا محتجزين في ليبيا، ومن المفترض أنه هيوصل إن شاء الله خلال اليومين اللي جايين بسلامة الله إلى أرض الوطن. برحب بك يا استاذ احمد. الله، اهلا بيكي. واول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، اود ان انا اعزي اهالي شهداء القوات المسلحه واقول لهم يعني ربنا يرحم الجميع. وثانيا اشكر قائمين على الخارجيه المصريه لكل من ساهم وشارك في عوده الفرحه للاسر لاهالي المحتجزين، واشكر كل بني ادم سواء كان من خارجية من ليبيا من أي مكان، إن هو ربنا يوفقه ويرجع الفرحة للناس دي، لأن الناس كلها كانت في حزن والناس كلها كانت تعبانة يعني الحمد لله. الحمد لله. أنا عايز أعرف الموضوع من أوله، أنت عرفت إزاي إن أخوك احتجزوه؟ عشان هو الأول أوراقه ما كانتش مظبوطة، ما كانتش سليمة ولا إيه؟ لا، الأوراق كلها يعني سليمة وطالع بإقامة، وهو وغيره 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 وغيره. طيب امال ايه بقى؟ انا كان يوم الجمعه وكنت في البيت، وابن عمي كلمني قال لي في اخبار جايه من ليبيا ان المبنى اللي هم قاعدين فيه طلع عليه ناس مسلحين، والناس دي اخدوهم. طب اخدوهم ازاي؟ قال لك ما نعرفش. طبعا المبنى مكون من 5 طوابق، فانت طبعا افتكرت ان هم اتخطفوا بقى، ما مش السلطات الليبيه اللي خدتهم يعني. ما حدش يعرف حاجه، احنا قاعدين هنا وهم هناك، فالله اعلم بالحقيقه. تمام. فكل اللي بيتداول بيصدق. فطبعا طب ايه اللي حصل؟ اقتنع ان في ناس في الدور الخامس، ما الناس اللي هم دخلوا عشان يجيبوهم ما شافوهمش، فطفوا النور ومحدش شافهم. يعني شافوا الموقف من فوق، لقوا ان الناس اللي دخلوا عليهم ناس ملثمين ومعاهم طبنجات ولبس يرتدوا زي عسكري. فطبعا الطريقه نفسها تخوف طبعا. في الظروف دي تخوف، في الظروف دي طبعا، والحكايات اللي قبل كده بالظبط كده. محدش متاكد اذا كان شرطه او غير شرطه. وبعدين طبعا ما كنتوش طبعا عارفين تتصلوا بيه بقى خالص. ما فيش، هو تليفوناته مقفوله وتليفوناتهم كلهم مقفوله. تمام. فمحدش عارف يوصل. الحمد لله ربنا وقف اهل الخير. مشكور استاذ محمد جمعه المطلب، كلم صحابه كلهم وكل ما عارفه، وابتدينا نتواصل. اللي طلع على مدينه الانتاج، ومشكور ان اهل يعني كل القائمين في مدينه الانتاج قابلوا الناس ورحبوا بيهم وامروا باللازم، وكل صحفي نزل للقريه وعمل الواجب برضه، وكل الناس مشكوره. والحمد لله ربنا كرمنا والموضوع اتصعد وكل. اطمنت اصلا ان هو كان، هو كلمنا الحمد لله النهارده. كلمكم النهارده؟ كلمنا النهارده. طب انتوا اطمنتوا ازاي ان الموضوع ما كانش خطف، ان الموضوع بس هو ما هم كلموا قالوا هو بس مجرد ان هم احتجاز يعني؟ هم كلمونا واكدوا ان الموضوع كان، هم من ساعه ما مشوا من السكن وهم في القسم في الشرطه. بس هي المشكله كلها في ان انت دلوقتي كراجل شرطه ما ينفعش ان انا دلوقتي هاخد احتجز واحد ولا اقبض على واحد، حتى لو هتاكد من شخصيته. لازم اول حاجه اشوف جوازه واشوف اقامته سليم. تمام. اسيبه. ما ينفعش ان انا الم عاطل بباطل واخدهم كلهم، دي مش معامله. وعلى الفرض ان هم دلوقتي خدوهم متاكدوا من اوراقهم، وفي دلوقتي بقى قضيه راي عام، يبقى المفروض ان انا اطلع واحد ولا اثنين ولا ثلاثه على الصحافه على التلفزيون، يا جماعه الناس دي عندنا كشرطه وحقنا ان احنا نتاكد من بياناتهم، خدهم وعايدهم شهر محدش يقدر يلومك. لكن انت دلوقتي ما ينفعش ان انت يعني اخفتهم ومفيش اي بيانات عنهم، ولا في صور ولا في جوازات ولا في ورق ولا في اي حاجه لمده يومين. ومش واحد ولا اثنين، ده 70 واحد من ضمنهم 40 من قريه واحده، اللي اخويا واللي عمي واللي ابن عمي مش طريقه معامله. كل دول كانوا من قريه واحده يعني؟ انت 40 واحد من قريه، مش بس اخوك يعني؟ لا، 40 واحد وابن عمي وصاحبي وصاحب ابن عمي، كلنا شبكه ترابطه. فمش طريقه ولا اسلوب ان انا اتعامل بيه. هو بيشتغل هناك ايه يا احمد؟ استاذه حضرتك اخويا معايا ليسانس. هو دلوقتي بيشتغل ايه هناك؟ هو بيشتغل عامل. بيشتغل عامل. بيشتغل عامل. ما كانش لاقي هنا في مصر شغل خالص؟ الناس كلها مش لاقي شغل. فهو ده اللي خلاه ان هو يسافر. الناس كلها مش لاقي شغل، وهو ده اللي مسافر الناس كلها. عشان لقمه العيش. هو سافر امتى؟ سافر من 3 شهور. من 3 شهور. ونازل من هناك، قعد هناك سنه، نازل باقامته. معاه اقامه سنه، يعني هو نازل خلص ورقه وهو نازل عمل اقامه بسنه.
وكتيرة وكتير منهم على هذا الوضع برضه، ونازل بيعمل إقامة عشان يرجع بيها. تمام. نرجع بالإقامة ما كملش 3 شهور وحصل اللي حصل. طب قال لك خلال ال3 شهور حصل مثلا أي يعني أي حاجة تعرض ليها يا أستاذة؟ هو في الحكايات بقى اللي احنا بنسمعها هو التثبيت شغال هناك والأوضاع مش مستقرة. تثبيت من إيه؟ من جماعات مسلحة من جماعات ولا إيه؟ هي ما أنت مش عارفة لها حل. ما أنت معلش هي بلد مش عايز أقول ما فيهاش كبير، بس الظروف اللي فيها بتستدعي أي حاجة. معلش هم مش هيكونوا أخطر من الدبلوماسية المصرية، مش هيكونوا أقوى منهم، بس احنا بنتكلم في ظروف ان دي ظروف بلد. ما انتش قادر تحكمي اذا كان دي شرطه ولا مش شرطه، بس المفروض ان هو في الاوقات زي دي يطلع الشرطه يبرئ نفسه، يا جماعه الناس دي عندي. وفي اللي ياكد كلامنا معانا واحد منهم اهو. لا مش تمام. انا بس اللي انا عايز افهمه منك انه الشرطه يعني انتوا عرفتوا ازاي ان الشرطه هو مع الشرطه؟ يعني احنا ما اتاكدناش اللي هم اتصلوا بينا وقالوا لنا ده. انت بعد النهارده؟ ده النهارده. يعني انت طول امبارح واول امبارح ما كناش متاكدين. في ناس بتقول شرطه، ما كنتش متاكد مين اللي خده بالظبط. ما حدش متاكد. في ناس بتقول شرطه بنصدق انه شرطه، يرجع الناس تقول لا ده مختطفين. مش قادرين نحكمها ولا قادرين نصدقها. بس في القنصليه اكدوا ان هو احتجاز، ما هوش اختطاف ولا حاجه يا استاذه. ما انت ما لقيتيش صوره واحد ولا لقيتيش جواز واحد ولا لقيتيش حتى طرف، لا طرف يعني مفيش ما يثبت. وانت قاعد هنا على اعصابك المؤاخذة، معلش اللي ساب بنته واللي ساب ابنه واللي ساب مراته واللي ساب امه. فالناس كلها قلقانه. لو ابنك هناك لو مين مش هتصدقي اي كلام الا لما تشوفه بعينك. او يطلع حد من وسط ال40 ويقول يا جماعه احنا في الاسم، خدهم وقعدهم شهر شهرين خلاص احنا عارفين انهم متاكدين ان هم في الشرطه. لكن ما ينفعش يبقى هم في الشرطه وانت خافيهم وبتقول ان هم عندي. طب ماشي، ايه دليل عشان اصدق؟ عشان مش بتكلم انا مش بتكلم في واحد ولا اتنين، انا بتكلم في 40 اسره. يبقى ما ينفعش ان انا ابني كلام على وهم. طلع لي وبتقول لي بيان، ايوه اكد لي، طلع لي واحد، طلع لي جواز واحد معاه الجواز اكيد معاهم كلهم معاهم ورقهم معاهم اقامتهم، طلع لي اقامه قول لي ان الاقامه دي الشخصيه دي موجوده عندي خلاص، يبقى انا اطمنت عارف ان هم في الامان. ما ينفعش ان انا اتكلم بعد اقعدهم شهر عادهم شهرين، يبقى احنا عارفين الناس دي لكن في ظروف البلد دي ما ينفعش نسيب لكم كل حاجه مكتومه. وتاكدوا خلاص ان هو الورق دلوقتي بتاعه سليم وكل حاجه وان هو هيرجع. احنا المفروض هيرجع امتى تاني بقى؟ الحاجه دي احنا ما نعرفهاش. الحمد لله اهم حاجه ان احنا اتاكدنا ان هم بخير وان انت كلمته وان انا كلمته بالظبط. فيما بعد بقى مثلا بكره ما نتاكد منه ايه اللي حصل بالظبط، هيجي امتى، هيرجع امتى بقى لسه ما احنا مش عارفين حاجه. يعني انا كواحد من الناس انا ما اعرفش، لان انا اهم حاجه عندنا اتاكدت هو هيجي، يعني ان هو طلع بالسلامه. هو قال لك ان هو هيرجع. هو لما هو لازم هيرجعه. ايوه، لا هيرجع بقى يفضل قاعد في مصر ولا هيرجع تاني بقى؟ لازم يرجع يقعد في مصر. ما ينفع في ظل الظروف دي، ما ينفعش ان حد يقعد هناك تاني اساسا. ممكن ممكن الناس تقعد. ما هو كان عارف من 3 شهور دي كان برضو ما يعني كانت نفس الظروف موجوده في ليبيا. بس الامور بتسوق. الامور ما انا اقعد على امل ان في خير جاي، لكن ما ينفعش في ظل الظروف دي ان انا اقعد. الامور بتسوق، وفي حاله ان الامور بتسوق يبقى ماليش قاعده. اساءه باساءه يبقى اساءه يعني اساءه في قله الفلوس احسن من اساءه في قله الكرامه. احنا كرامتنا كمصريين بره بتقل لان كانت معدومه. كرامتنا بتقل، فما ينفعش ما دام قله الكرامه لا يبقى قله الفلوس احسن من قله الكرامه. يرجع بلده ويشتغل بجنيه باتنين بتلاته يبقى منه لاولاده. لكن ما ينفعش ان الطريقه دي. حتى يعني بنتمنى من الخارجيه المصريه، يعني عايزين نرجع هيبه المصريين بره. عايزين نرجع هيبه المصريين بره، كرامه المصريين ما ينفعش انها تهان بالطريقه دي. مش هنقول العماله المصريه ايا كان، من اول المهندس للدكتور لحد اصغر واحد العامل، احنا كرامتنا بره مش متهانه، معدومه. انت تابعت اللي كان حصل في ليبيا قبل كده؟ اكيد طبعا. المصريين المسيحيين اللي اتقتلوا، هم مسيحيين ومصريين وليبيين. ما هو الليبي اللي بيموت دمهم، واخويا برضه واخويا عربي. بس انت تابعت الحادثه دي؟ تابعتها. ما هو كان اخوك ساعتها هناك؟ كان في ليبيا ساعتها؟ كان في ليبيا. يا استاذ احنا ما بنحسش بالخطر لما يقع علينا. ولما يقع علينا بنقعد نعد خسارته. ويا دوب ان احنا نفوق بنقع في خطر تاني. ايوه، ما احنا ما بنفوقش. احنا بنطلع من خطر لخطر، بنطلع من خطر لخطر. ما بنفوقش. احنا عايزين ناخد نفسنا، ما نعرفش بنطلع من المشكله، يا دوب ان احنا حتى ما بنعرفش نعالجها، بنلاقي مشكله اكبر.